أبرز توقعات الفلك لمواليد السرطان بالأسبوع الثالث من شهر تموز جولاي يوليو 2023. يا عزيزي مولود السرطان، يمكن تلتبس عليك شؤون عاطفية ببداية هالأسبوع، يعني بين الجمعة 14 والسبت 15 تضطر لمراعاة بعض المشاعر، أو بتعيش تناقض وازدواجية، أو بتشكك ببعض المشاعر يلي بتخصك أو بتخص الشريك. تثمر جهودك بين الأحد والثلاثة، يعني هي فترة أفضل، بين الأحد 16 والثلاثة 18. يمكن تطلع أنت إلى الضوء، أو تعلن عن جديد، أو بتدعيك الأفلاك لهالشي. هالأيام جيدة جدا للإجهار عن أشياء تكتمت عنا بالسابق، هلأ صار فيك تحكي. ما تخفي نواياك ولا استعداداتك ولا خططك، وما تخاف من المواجهة، فيك تعتمد على الحظ بهالفترة، لأنه في لقاء بين ميركور والقمر وفينوس بين الأربعاء 19 والخميس 20. بهالفترة تبحث قضية مالية ملحة، أو بتحسم أمرك بشأن انتماء مادي أو استثماري. في بالجو شراكة يا عزيزي، بس يمكن كمان يكون انفصال. إذن أسبوع حاسم.